السلام عليكم ومبروك عليكم رمضان. كنبارك لكاع الاصدقاء وسمحوا لي الا ما صيفطت شي ميساج لشي وحدين، راكم عارفين شويه ديال الستريس وهذا والخدمه. المهم كنرحب بكم اليوم في هذا الفيديو هذا اللي بغيت ندير على هذه المره. الفيديو بالطريقه اللي هي كيف كنعرفوا ديما الطريقه اللي هي رخيصه بزاف. ملي ولاو الكاميرات ديال لا فوتوغرافي كيديروا الفيديو، كانون كانت هي اللي في الطوب، سيرتو كنا كنعرفوا الكانون 5 دي اللي كانت هي الاولى في الطوب ديالها، واخا النيكون اللي كانوا هما الاولين في الفيديو والله كانوا كيديروا 720 في السايز ديال الفيديو الحجم ديالو، ولكن ملي خداتها كانون كبراتها، كبرات السنسور بزاف، هذاك الكابتر دارتو فول فريم ودارت 1920 على 1080 على 1080 اللي هو حجم كبير، اللي زعما كاين تيكونوا نيت الكاميرا الكبار هما اللي كانوا كيديروه في ذاك الوقت، وكانوا غاليين بزاف باش الواحد يشري كاميرا بهذاك الشكل اللي كانت عطات الكانون. ديجيتال اس ال ار اللي كيف كنعرفوهم، ديجيتال سينجل لينز ريفلكس، هي فاش بداو الفيديو عطاونا واحد يعني الكانون 5 دي عطات واحد السنسور اللي هو كبير من الاري وكان كبر من الريد، زعما اللي تقريبا الحجم ديالو 5 كا، اللي الريد كانت يلا هذاك الوقت كانت 4 كا والاري كانوا في 4 كا، لان كانت كتعطي واحد الحجم كبير. خساره اللي كان خاسر فيها اللي ما كانش مزيان فيها في الكانون، وهو لا كاليتي ديال ليماج، واخا كانت لا كاليتي مزيانه اللي كانت كتعطينا واحد السوفت فوكس على حسب الفلو اللي كان عندنا اللور كان كبير بزاف، واللي كان هذاك غير في الكاتيجوري ديال الكاميرات اللي هما غاليين بزاف بحال الاري بحال الريد بحال سوني اف 23، هادو اللي كانوا في كاتيجوري ديال البروفيسيون اللي كانوا غاليين بزاف كيسوا ملايين باش الواحد يوصل ليهم كانت من المحال. وكنا كيف كنعرفوا ما كنشوفوش كل واحد كيصور فين، دابا الاكثريه فينا حنا عندك كاميرا كدير فيديو كتمشي كتصور فيلم، كتصور فيلم، تصور دوكيمونتير، تصور واخا غير عائله ولا مارياج ولا شي حاجه، وكتشوف واحد لاكاليتي طالعه بزاف، ديك زعما الشاربنس، ديك الوضوحيه اللي كتعطيك في ليماج ولي كولور اللي كيعطوك، ديك الساتوراسيون ديال الكولور، زعما شي حاجه اللي ما كناش كنتمناوها تكون هذه 15 عام، كانت زعما شي حاجه اللي هي من المحال باش تكون. الكانون كيف قلت عطاتنا داك اللارج سنسر، الكابسور ديال اللارج فول فريم اللي كيتفوق على بزاف ديال الكاميرات، وعطاتنا هذاك الطريقه باش كنصوروا. واخا في الاول فاش يلا خرجات كانت كتعطينا 30 ايماج في سكوند، يعني 30 فريمز بير سكند، اللي كان دايرين على حسب الجابون وعلى حسب الامريكان ان تي اس سي، ما كانش ديك الساعه عطينا بال. لي فوتوغراف اللي بداو كيغوتو وبغاو كيحتجوا على هذاك، ومن بعد كانون داروا سوفتوير اخر فيرموير اللي هو رجعوا كيديروا ال 24 و 60 لا ما كانتش ما كايناش فيها، من بعد عاوتاني دخلوا ال 25 وال 24 و 30 ولات فيها هادو بثلاثه، والحجم ديالها اللي ولا قوي اللي ولا متقبل من طرف حتى الاوروبيين، لان حنايا كنا كنصوروا بال 25 فريم، ولكن الا صورنا بال 30 الصوت ديما كان كيكون ديما عندنا كي كنقولوا ديكالي شويه. الوغ هذاك هو المشكل، وكان باش ترجع الصوت يولي بحالو بحال 25 كان واحد البروسيس طويل اللي كيطلب بزاف ديال الوقت باش كيتنقص منه ويتقاد وكيعطي نفس العبار ديال 25 صوره في السكوند. هذا من واحد الجهه، لان السلبيات ديالها زعما شي حاجه اللي هي مزيانه فيها كانت يعني الايجابيات، سمحوا لي على حسب العربيه، الحاجه اللي هي ايجابيه ومزيانه وجاتنا مزيانه هو لا كاليتي ديال ليماج، كانت كتبان لينا مزيانه بلا خاص ملي كنشوفوها في التلفازه ولا نشوف شي اكرون شويه كبير كتبان مزيانه.
كانت داك الفلور لور ديب توب فيلد كان هو مزيان بالاخص الا كان عندنا دي زوبجيكتيف اللي هما 1.4 1.4 ولا 2.8 ولا دي زوبجيكتيف 1.2 بحال 50 كانوا دي زوبجيكتيف بحال هكذا كيعطيونا داك لا كاليتي ديال الفيلم اللي يعني ديال ليماج داك الفلور لور بزاف. هادشي علاش بزاف ديال الناس مشاو ليها وبالاخص الثمن ديالها وكنا كنستعملوا لي زوبجيكتيف ديال كانون. هنا كانون كنستعملوها لنا هي نورمالمون كانت اباراي فوتوغرافي لنا هي الحاجه الاولى ديالها والفيديو كانت غير حاجه اللي هي بحال واحد الحاجه اللي هي ثنائيه غير تزادت اضافيه زادوها كانون غير يجربوا وكانوا غير داروها بحال جربوا واحد الحاجه ما كانوش كيتسناو هاد الدوموند عليها غادي يولي بحال هكذا. كانوا كيقولوا لا ما يمكنش لان الناس خدامه بالفيديو بزاف ديال الحوايج اللي ما قدروش يتوقعوهم هما في الاخر يعني تفاجئوا ملي شافوا الناس بزاف ولاو كيديروا بها دي فيلم دوكيمونتير ولاو كيخدموها في فيديو ولات الكومبريسيون ديال ليماج كتدخل ديغيا الكارطة باش تدوزها للكمبيوتر كانت واحد السرعه قويه في المثل نصوروا بالكاسيت ساعه ونتسناو ساعه باش تدوز الكمبيوتر لان كانت 8 دقائق تدوز لك بزاف. المهم كانون يعني تعجبوا من بعد لاحوا لنا الساتداي ساتداي زادوا فيها شي حوايج اللي ما كانتش في الكانون لاكاليتي ديالها شويه مزيانه غير هي السنسور ديالها كان صغير على الكانون وما كانش عندنا داك الديبت اوف فيلد داك الفلو بحال اللي كتعطي لنا الكانون لان السنسور ديال الساتداي كان صغير. لكن هذا الشيء كله كان شويه صعيب الا كنا كنشدو كاميرا فيديو نقولوا حنايا فورما كبيره نديروها فوق الكتف ونديروا داك الزوم نديروا الزوم اوت ونديروا داك الفوكس هكذا قدام يعني كنخدموا بها بواحد الطريقه اللي هي يعني فيديو كيعطينا واحد الطريقه فيديو كاميرا اللي كانوا كبار وشويه بداو كيصغروهم يعني كنعطينا هذيك لنا فيديو كاميرا ولا باز ديالها راه فيديو كاميرا وكتساعدنا بداك الزوم اللي كان زومي وإما من الكبير للصغير ولا نزومي فيها بزاف الحوايج اللي هما بسهله. الكانون لا صعيبه واخا كتبان سهله صعيبه لان ما يمكنش نشدو الكانون هكذا بيدينا ونزوميو بلا ما نزعزعوا الكاميرا واخا ما عرف كيفاش تكون ضروري خاصنا واحد السيبور يكون تريبي يكون سوليد ماشي تريبي ديال الفوتوغرافي لان الفوتوغرافي غدير تريبي يقدر يكون شويه خفيف ودير لها الريموت كنترول وتبدا تضرب في التصاور لا هذه خاصك باش تاخذ داك الباند وتاخذ التيلت وتاخذ دي موفمون هكذا ولا هكذا وتاخذ دي موفمون بها وتاخذ دي موفمون اللي هما كرياتيف ارتستيك خاص ضروري دي زاكسيسوار باش نوصلوها ونهيئوها باش تولي كاميرا بروبر وتعطينا الفيديو اللي حنايا كان اللي حنا زعما كنحاولوا ناخذو بحال يكون بروفيسيونيل. الوغ كيف قلت الكاميرا بوحدها ما غاداش تكفينا خاصنا لا ليمير يكون مقاد وخاصنا الماتيريال باش نديرو بحال الباك اب بحال نعاونوها باش نخرجوا منها هذاك الشيء اللي حنايا باغين. اذا خاصنا الكيت ديال الريك خاصنا البول فوكس خاصنا المونيتور لان السي دي صغير وبالاخص الا كنا غنديروا الفوكس من واحد الجهه لواحد الجهه الا كنا نصوروا بنهار وداك الضو ما غاديش يمكن لينا نشدوا شي حاجه ونديروها بتقنيه لان فيديو كاميرا اللي هي بروبر عندنا هذاك اللي كيتسمى الفيو فايندر ملي كنشوفوا ولكن دابا خرجوه هما عنده عندنا لوب اللي كدار في ليكرون في ال سي دي كنعطينا ثلاث المرات الحجم ديال ال سي دي كتعاون باش كنديروا واحد الفوكس ولا دي فوكس من واحد الجهه لواحد الجهه وكتعاوننا باش ناخذوا دي زيماج اللي هما نت وماشي غير دي زيماج حتى الريغ ملي كتشدوها وكتحط على الكتف وكنشدوها كتبان نيت بروبر وكنقربوها شويه باش كنحطوا هذيك اللوب على عينينا كتبقى لك يد وحده كدير بها الفوكس ولا من الاحسن كدير البول فوكس كتقادها ولا يكون معنا شي واحد حنايا راه كنشوفوا في ليكرون وهو راه كيشوف في المونيتور اللي هو الفوق لاصق وكيشد لينا الفوكس زعما خصو يكون بروفيسيونيل. حاجه اخرى عاود نمشيو لي زوبجيكتيف اللينزز ديال الكانون. كانون الا مشينا لل سيري كيعطيونا لا كاليتي مخيره لان ماشي مخيره ولكن مقتنعين بها
لا كاليتي ديال ليماج مزيانه. الا مشينا دي زوم بروفيسيونيل بحال 70 200 بحال السيكونت 1.4 ولا 1.2 24 70 اللي هو 2.8 كاينين دي زوبجيكتيف هكذا اللي نقدروا نعتمدوا عليهم. ولكن الحاجه اللي هي خايبه اللي ما تنبغيش انا في هاد اللانزز وهو ملي كتبغي دير الفوكس ما كيوقفش بحال اللانزز اللي هما مانيوال، لان لانز مانيوال ملي كتوصل لافان ديالو كاع الا فتي الفوكس ديالك تكون انت تابع واحد الشخصيه وتابعه بالفوكس ولا يكون عندك فوكس بولر هو تابعه كيشوف غير في المونيتور كيدور وكيفوت لك كيبقى يدور في الخوا كيبقى هذا كيدور لان ما كيوقفش. الا كانوا لي زوبجيكتيف دوك القدام كنديروا ادابتر للكاميرا ونخدموا بهذوك القدام ديال اف دي ولا نيكون ولا كارل زايس ولا اي زوم من دوك القدام لا كاليتي ديالهم مخيره حتى هي، ولكن ملي كتوصل للمينيموم ديال لوبجيكتيف وانت كتدور الفوكس كتوقف ما يمكنش لك تزيد مازال اذا كتعرف راك وصلتي للحد. الوغ شحال من حاجه ملي كنا كنخدموا كنكون غادي ندير الفوكس وكنساو كنفوتوا هذيك الدوره، وحنا واخا حنا عندنا الماركينغ كنماركيو هذيك البول فوكس كنفوتوها غير بشويه، ملي كنرجعوا نديروا السير عاود من جديد كنرجعوا لدوك لي مارك اللي عندنا ما كيبقاوش في بلاصتهم لان الزوم كيدور اكثر وكيفوت هذوك لي مارك ديالهم. كنعاودوا عاوتاني نمحيو ونديروا عاوتاني الفوكس اخر من جديد وعاوتاني نديروا لي مارك. حاجه اخرى اللي عندنا في البينيفيت ديالها هو داك كاين الخمسات المرات كتكبر الصوره ملي كنبغيو نديروا الفوكس من ال سي دي، كاين الخمسات المرات وكاين عشرات المرات كنشدوا بها الفوكس، ولكن باش ما مزياناش عاود هذيك لان شحال من واحد يقدر يقول لك لا راه نكبرها وندير الفوكس، ولكن ملي كتكون خدامه فيديو وكتسجل ما كتقدرش تتحكم فيها ما تقدرش تزومي باش تشوف عاوتاني واش العين واضحه ولا لا. اذا هذا حتى هو من واحد الجهه في لي فيديو كاميرا شنو اللي تنديرو كنزوميو الماكسيموم كنزوميو على العين وكناخذو الفوكس وكنرجعو الزوم اللور كيبقى شاد لينا الفوكس. هذه انا جربتها في الكانون في اللانزز ديال الكانون ما كيضيع لينا شويه في الفوكس ما كيبقاش شاد، بعض الزومات كيبقاو شادين وبعض اخر ما كيبقاش شاد ما عرفتش هذه علاش حتى نبحثو فيها من بعد. حاجه اخرى عاود حتى هي اللي هو في البينيفيت ديال الكانون ديال 5D وهو الحجم ديالها، لانها صغيره كتقدر دير في ساك ثلاثه ديال لي زوبجيكتيف الريغ كديرها لي زاكسيسوار كتحطهم وكتمشي ساك صغير. اما من شحال هادي خاصك غير لي زوبجيكتيف ديال كاميرا بروفيسيونيل نقولوا حنا اري لانزز راه تقال راه كاين لوبجيكتيف اللي فيه 2 كيلو ولا 3 كيلو غير هو بوحدو، تخيل الحجم ديال اوبجيكتيف قداش والدوره ديالو قد هكا في 1.5 اللي هي مزيانه كتساعدنا 1.5 تدخل الضو يكون الضو قليل وراه مزيانه. حاجه اخرى تاني في لي فيديو كاميرا بحال واخا كاع الاري كان عندها وقيله 800 في الاي اس او ديالها من غير هاد الجداد هادو اللي خرجوا لي موديل الجداد الا مشينا حنا على حساب لي زاباغيل القدام كان خاصهم الضو كثير باش تاخد انسان خاصك تكثر الضو شحال ديال الضو خاص بزاف. وداك الوقت ما كانش عندنا ال او دي كان ضو هالوجين اللي كيسخن بزاف كيعطي بزاف كيكونسومي بزاف ديال الباور، اذا كانت واحد كونسومسيون كبيره. وبحال حتى لي زاباغاي ديال الفيلم اللي هما فيهم فيلم ديال السينما بحال بانافيجن تما عندهم هذاك المشكل، عندهم مشكل هو ديال لا لوميير. اما دابا كيف كنقولوا حنا الفيلم بقى محدود، الفيلم ما عندوش عنده 800 ماكسيموم ولكن الاكثريه كانوا كيخدموا بال 400 باش ما يعطيناش لي غرام بزاف. الوغ الديجيتال ولا النيميريك غادي في واحد لافونس ديالو غادي مطور، لان الكانون دابا تقدر توصلها ل 25000 في الاي اس او وتقدر ديرها غير في عندك شمعه وكتضوي بها وتعطيك لا لوميير مجهده خصك كاع تنقص من هذاك الاي اس او اللي عندك. اذا كنشوفوا باللي الفيلم بقى في بلاصتو ولكن الديجيتال راه غادي افونسي وخدام في لاكاليتي، لاكاليتي ديال شحال هادي ما كانتش بحال دابا الكاميرات اللي كيخرجوا دابا كي زعما كيبداو كيحنتوا الكانون اللي كانت هي الاولى اللي شادها اللي كانت عندها التاج. دابا سوني خدامه مزيان باناسونيك حتى هي خدامه مزيان واصلين ل 4K واخا الكانون مازالين في الدوكا.
الوغ كيف قلت كاين واحد الصراع دابا وكاين واحد لافونتاج على الفيلم. الفيلم بدا كي يرجع لان بقى واقف بلاصتو، وكيف قلت لكم النيميريك راه غادي افونسي. بقى واخا عندنا كاميرا كتصور فيديو، نقدر نقول لك انا 500 دي 550 60 دي 600 دي 70 700، واخا كاينين دي زاباراي هما كيديروا فيديو كيبقى واحد الشكل ما غاديش تشدها كيف هي، حلها من الكرتونه وصور بها فيديو، ما غاديش يمكن تعطيك هذاك الشيء اللي غادي نبغيو نديرو شي حاجه اللي هي زعما سينمائيه، زعما شي فيلم اللي هو تفرج فيه ويتلفك، تقدر تقول هذا 100% مصوب بالاري ولا مصوب بشي كاميرا غاليه بزاف. ولكن لا، لي زاكسيسوار ضروري منهم، وحاجه اخرى عاود هي لا تكنيك ديال اللي غادي يدير التصوير، يكون عارف اشنو تيدير، يكون فاهم في لا لوميير، ويكون عارف كيفاش يستعملها. لان عندي فيديو من قبل وريتكم كيفاش تحيدوا ديك الشاربنس وتحيدوا داك الكونتراست، لان ملي كتحيدوهم كتنقص هذيك الالياسين والمواري، لان الالياسين هو الا كان شي واحد لابس قميجه مخطه بزاف ولا كاريه ولا شي حاجه فيها الخطوطه، وكيبقى يبان لكم واحد بحال شي حاجه كتبارك هكذا، هذاك هو الالياسين والمواري. ولا الا صورنا شي حيط صور ديال الياجور وفيه دوك الخطوطه ديال الياجور دوك لي تراس، كيبداو داك الشيء كيتبارك. هذاك الا لاحظتوها راه هذاك ماشي من لوبجيكتيف ولكن راه من الكاميرا ومن السنسر، وباش تغلبوا على هذاك غير باش نقصوا منه حطوا السوجي ديالكم القدام، ديروا الفوكس على السوجي وخليو هذاك اللور الا كان حايط ولا كان شي حاجه هكذا تكون فلو غادي تنقص، وحيدوا الشاربنس وحيدوا الكونتراست كومبليتمون، حيدوه باش تاخذوا واحد ليماج اللي هي مزيانه، وعاد من بعد غادي تصحوا دوك لي كولور في نديروا المونتاج. من ناحيه هذوك الخطو القوامج المخطين حاولوا تبعدوا منهم، شي واحد يجيب لكم قميجه مخطه ولا شي تريكوم مخطط حاولوا تبعدوا منه، شي حاجه اللي هي بيضه بزاف حاولوا تبعدوا منها، خذوا الشيبي، هذه انا لابسها شيبي، خذوا الشيبي، خذوا الزرق، خذوا دي كولور اخرين اللي هما نوتخ ولكن الابيض تجنبوه، لان ملي كديروا لا لوميير على حساب الوجه كيتحرق الا كانت قميجه بيضه، واش كتولي تبان لكم بلا تقريبا بحال هكذا كتاب ما فيه والو، كلشي كيبان بلا. قبل ما نصوروا ضروري تكون عندنا كلابر بورد، كلابر بورد مهمه بزاف، لان بها كنديروا السينكل صوت. واخا في المثال غادي نقولوا حنا غادي نصوروا غير بالكاميرا، ضروري يكون عندنا ميكرو اكسترنال اللي غادي ندخلوه في الكاميرا، بحال دابا انا عندي ميكرو هو هنا، هو باش كناخذ الصوت، ها هو بعيد عليا هذا، واخا رود وريقلتو باش يعطيني الصوت اللي هو مزيان. ضروري ناخذ الصوت، الا ما عندناش اون ماشين اللي تسجل لنا الصوت، لان غتكون ماشين مزيانه شي حاجه بروفيسيونيل، وغناخذ واحد لاكاليتي اللي غتكون سينمائيه وتكون زعما فواحد المستوى عالي، ضروري ما نديرو الكلاب وناخذ لي سين ديالنا نماركيوهم ونقولوهم ونكلابيو. الا ما كانش حاجه اخرى عاود باش نسربيو ديك كثره الكتابه، كنكتبو غير هاد النماري باش تيلا بغينا نكتبو كنديرو اش من سين اش من شاط اش من تايك، كنحيدو من اللور ونلصقوهم هنايا باش نسربيو شويه بلا ما نبقاو ديك الكتبه كل مره. حاجه اخرى هو كيف قلت لي بغيت نزيد عاود، ملي كنديرو واحد الاوديو اللي كيريكورد اللي كيسجل لنا الصوت كيعطي واحد الصوت عالي، ديك الساعه كنخليو غير الميكرو ديال الكاميرا هو اللي كيخدم، كيبقى ديك الساعه غير ريفيرونس باش كنعرفو الممثل اشنو تيقول، باش ديك الساعه كان اللي غيدير المونتاج غادي ينسق الصوت من الاوديو اللي هو سيباري مع الكلاب، غادي ينسقو وياخذ منه. ولا كنمشي واحد السوفتوير سميتو بلورالايز اللي هو كيدير لنا السينك لذاك الصوت اوتوماتيكمون، ما عمرني ما جربته ولكن كاين، وسمعت شي بزاف صحابي اللي هما استعملوه، و يعني غير كيحطوا الصوت ديال الاوديو اللي هو الريكوردر، كيحطوا الصوت ديال الفيديو كيحطوه من تحت وهو كيقدم لهم اوتوماتيكمون، وعاد كيحيدوا الصوت ديال الكاميرا وكيخليوا الصوت ديال الاوديو. كاين عاود مشكل اخر اللي هو
اللي هو بغيت نقولها لكم، وهو الرولين شاتر اللي كيتسمى رولين شاتر ديال الكانون. لان الكانون عندها ذاك المشكل اللي ما غاديش يمكن، ربما الا كانوا شي كاميرات من هنا لقدام عامين ولا 5 سنين، ولا ربما تدخل شي كانون 5 دي مارك 10 اللي غتكون تحيدو، ولا مارك 5 ولا ما عرفتش. المهم رولر شاتر كاين في الفيديو في السنسر، لان سيموس سنسر في هذا المشكل اللي هو عطاه لنا الكانون. وعلاش هاد الرولين شاتر؟ كتكون كتسجل ليماج واحد الطرف الاولاني، وكيتسجل عاوتاني لتحتاني بوحدو، وكيتسجل الاخر. وهما الفريم كتكون 25 تصويره في السكوند، ولكن كيتسجلوا بواحد الطريقه اللي هي بسرعه قويه، ما كتبانش نحنا بعينينا، ولكن امتى كتبان؟ وهو الا بغينا نديرو في المثال يدينا هكذا، ما كتبقاش تبان لكم واضحه، لان كتولي بحال مقطعه، كتولي بحال لان كيتسجل الطرف هنا، هذا الطرف فوق اللي كيتسجل هنا شويه، الطرف هذا كيتسجل هنا، الطرف هذا كيتسجل هنا، الطرف هذا كيتسجل هكذا هكذا، كتولي لنا التسجيل ديالو. الوغ هذاك ما غاديش يمكن لنا دابا. كاينين بعض المرات الا كنا في طوموبيل وكنصوروا دوك البوطوات، كيبانوا لنا البوطوات مايلين، ما كيبقاوش واقفين بحال صورنا بكاميرا بروبر فيديو، لان ملي كيكون الفيلم عنده واحد البيجي كبير كنمشيو لديزاباري اللي هما يستاهلوا نديروا بهم هذيك الخدمه، باش ما نطيحوش في مشاكل بحال هذا ديال الاليسين، ديال المواري، ديال رولين شاتر، اكسترا، ديال مشاكل بحال هكذا. الكوديك ديال الكانون 5 دي راه سبق ملي قلتها من قبل في واحد الفيديو اخر، ال H264 اللي هو H264. هذا الكوديك هذا كيبانوا لي كولور ناصحين، كيبانوا مزيان، كيبانوا واضحين، ولكن ضروري خصنا نبدلوه من هذا الكوديك ال H264، ضروري نبدلوه البروريز LT low quality، ماشي ال HQ. HQ كبير بزاف، ال LT كبير شويه على ال H264، ولكن كيعطينا دي زيماج مزيانين. لان ملي كتكون كتسجلوا بالكوديك ديال الكانون، وكنتمنى من هنا للقدام يحيدوا ولا يعوضوا هذاك المشكل، يحيدوه، يديروا لنا شي كوديك اخر، ربما بروريز 422، لان السامبلين ديال الكالر ديال الكولور ديال الكانون غير 420، ناقصه في لي كولور. واخا كتبان لنا بعينينا لي كولور ديالها ناصحين، راه ناقصه في لي كولور. الوغ باش نوصلوا حنا غير لذاك السكرينين ديال السينما، لان السينمات الاكثريه فيهم 2K، ودابا بداو كيطلعوا ل 4K. عندنا دابا في لوروب بداو التلفازات 4K، ربما حتى عندكم في المغرب، يعني بداو كيتفوقوا شويه في ليماج، كيعطيونا واحد ليماج اللي هي متفوقه بزاف. الوغ الكانون باقا في هذيك 420، وحنايا ملي درت في هذاك الفيديو راه درته من قبل، كنحولوهم ل 422 بهذاك ستريم كليب سوفتوير، باش كنقدروا ناخذوا مازال دي كولور، نخرجوا منها دي كولور اخرين، وكتسرع لنا حتى في الخدمه. وحاجه اخرى وهو غنقولها لكم من بعد، هو نحطوا ديسكتور كنلصقوه مع الكانون. انا عندي واحد اللي كنستعملوه مع سوني اف 3، وي كنسجل به الفيديو وكيعطيني حتى الاوديو كيدخل لي، ولكن ملي جربته مع الكانون عطاني واحد ليماج اللي هي اكثر من الاش هذا الاش 264، عطاني اكثر ليماج اللي عطاني 422، خرجتها من الكانون من HDMI، خرجتها ودخلتها لذاك الديسك دور اللي هو ديال الفيديو اللي بلاك ماجيك غنوريه لكم، عطاني لا كاليتي مزيانه، ولكن خساره ما عنديش الصوت، لان عندي ليماج وما عنديش الصوت، وصعيبه باش نخدم به، لان ما عندي حتى ريفيرونس ديال الصوت، ما كايناش، الوغ ما غاديش نقدر نخدم به. ولكن كاين نينجا، هذا اللي هو توا صغير، وريكوردر نينجا كيخرج لك الصوت، كيسجل لك زعما الصوت من الكانون، كتقدر تسجل به الصوت والصوره، وكيعطيك 422، وفيه ليكرون صغيور ملي تقدر تشوف، لان كيعوض المونيتور، بلا ما يكون عندك مونيتور فوق الكاميرا كديرو هو نيت. هذا ربما كيسوى واحد ربما ما بين 600 حتى 800 بوندا. كاين عندهم بزاف، كاين شي 3 ولا 4 ديال لي ماك غادي نديروهم من بعد. من ناحيه لي زوبجيكتيف،
كاين شي وحدين كيقول لك لا الا عندي كانون 5 دي ندير غير دي زوبجيكتيف اماتور غير يعطوني ليماج. لا هذا ما يمكنش، خاصك دي زوبجيكتيف اللي هما مزيانين وكاليتي تكون طالعه بزاف. خاصك الا تقدر الا عندك الفلوس ولا عندك امكانيات خذوا الكارل زايس لينزز. كارل زايس لينزز غيعطيكم ايماج مخيه ومن احسن كاع احسن كاع من الكانون. الا ما تقدروش بقاو في الكانون، ولكن بقاو في ال سيريز، ال سي هذوك اللي فيهم ال ولا اللي فيهم لا باغوش، هادو يعطيكم ايماج اللي هي اكسبتي وفي المستوى. ولكن باش ديروا ليا شي سيجما اللي هو عيان، ولا ديروا شي زويكو ولا كوزينا لي زوم ديال كوزينا، ولا دي زوبجيكتيف اللي هما غابرين. كاين دي زوبجيكتيف اللي كاين بزاف، لان كاين الشركات كيصاوبوا دي زوبجيكتيف، ولا دي زوبجيكتيف ديال كانون نيت اللي هما رخاص، تاخذ واحد ديال لان ارخص واحد تقول هذا غنخدم به، راه ليماج ما غاداش تعطيها لك، راه ماشي بحال بحال لان مجربينه. من ناحيه عاود حتى من لي زوبجيكتيف، لان الا كان الواحد باغي يشري كاميرا 5 دي مارك 2 ولا مارك 3 وبغى يديرها خصيصا غير لي فيديو، ما باغيش يدير لا فوتوغرافي، بغى يخدمها غير بلي فيديو، اذا انا النصيحه اللي ننصحكم به هو حاولوا تانفيستيو وخذوا كارل زايس لينزز ويكونوا برايم لينزز فيكس. خذوا ال 24 وخذوا 35 و 50 و 85 ولا حتى ال 100 ولا ماكرو. هادو هما لي زوبجيكتيف الواحد يقدر ياخذهم وينساهم. المهم هذا واحد الاوديو ريكوردر لي ديال البلاك ماجيك، هما اللي مصاوبينو. هذا كنستعملو انايا مع الكاميرا سوني اف 3 اللي كيعطيني واحد لا كاليتي طالعه ديال 422 هاي كواليتي. انا قبيله قلت لكم ال 422 برو ريز ال تي، ولكن هذه كتعطيني اتش كيو اللي هي هاي كواليتي، وكارتا بحال ما هذه 240 كتعطيني تقريبا شي ساعتين ديال الفيديو في سوني. هذه الا درتها غير نورمال كومبريست فايلز، ولكن الا درتها 10 بيتس ان كومبريست غتعطيني تقريبا شي نص دقيقه نص ساعه تقريبا 35 دقيقه. لكن هذا جربته انايا مع الكانون، والكانون كيف كنشوفوا ما فيهاش الاس دي اي انبوت بحال سوني، حيت سوني كندخلو مع هادو اس دي اي انبوت. الكانون فيها الاتش دي ام اي، وانا نيت مشيت للكانون درت الاتش دي ام اي ان، وكاين الاتش دي ام اي اوت كيعطيني المونيتور، ولا تقدر تسجل لشي ريكوردر اخر ولا شي حاجه اخرى. المهم انا جربتها عطاتني واحد لاكاليتي طالعه في ليماج، لكن الخساره ما عطاتنيش الصوت، ما فيهاش حس الصوت كاع نهائيا. الوغ حتى الكانون ما غاديش يمكن ليا نسجل بها الصوت، يعني نسجل بها الصوره بلا صوت، غادي تكون صعيبه على اللي غادي يدير المونتاج، لان ما غاديش يعرف لي زاكتور شنو تيقولوا. مازال كان فيديو ميوزيك فيديو نقدروا نديروها به، لان نديروا حنا غير الكلابر بورد ونتبعوا عليها. هذا هو المشكل اللي لقيت فيه. لكن كاين بعض لي ريكوردرز اخرين اللي هما بحال اتوموس نينجا، كاين اتوموس نينجا، كاين اتوموس ساموراي، كاين نينجا 2 اللي هو الدوزيام موديل ديالهم. وهاد نينجا 2 جربوه مع الكانون وخدم ليهم الصوت والصوره وعطاهم لا كاليتي ديال 422. الوغ ليماج عطاه ليهم مزيانه، وهو مازال صغير على هذا، تقريبا غير نقولوا النص ولا ما كاملهاش الربع ديالو بحال هكذا، وكيعطيك واحد ليماج مزيانه. وليكرون اللي كيبقى هنايا هذا ديالو حتى هو يرى حتى هو راه ايكرون، واخا هو يا صغير حتى هو كيعطيك ايكرون كتشوف فيه، وكتقدر تدير حتى البلاي باك، تقدر تشوف هذاك الكليبس اللي نتايا صورتي ديجا وكتصنت ليه، كيعطيك الصوت. هذا من ناحيه الفيديو، الا بغيتو فيديو اللي هو كاليتي طالعه احسن من الكوديك ديال الاش 264، وحسن كاع من لاكاليتي اللي عطيتها لكم سي اف كارد. سي اف كارد لان السي اف كارد كتعطيكم واحد ليماج اللي هي يعني كومبريسيه بزاف بزاف. من ناحيه لي زوبجيكتيف تقدروا تبعدوا كاع من لي زوبجيكتيف ديال الكانون وتمشيو لي زوبجيكتيف ديال السينما،
كاين هذا اللي كنخدم به في سوني، هذا اوبجيكتيف ديال سوني نيت كنخدم به انايا في سوني اف 3، واللي نيت شريته معاها. غير كتشوفوا الحجم ديالو، شوف قداش بالنسبه لليديه، ولا نشوفوا الاوبجيكتيف ديال كانون، شوف هذا قداش تيبان، لان كبير بالنسبه للاوبجيكتيف ديال نورمال ديال كانون. وهذا اللي عندي انا في يديا، يلاه فيه هذا فيه 50 ملم وفيه تي 2، لان لي زوبجيكتيف ديال السينما ماركين بالتي، لي زوبجيكتيف ديال لي زاباري فوتو ماركين اف اف ستوب، هذا اف 4 وهذا الاف 2 ولا تي 2. شوف الحجم قداش، لان بالنسبه لاكاليتي ديال هذا الزوم، هذا الا بغيت نخدمه مع الكانون، اشنو اللي غناخد؟ غناخد ادابتر غادي نديرو في الكانون، وغيعطيني البي ال ديال هو هذا، كتسمى البي ال ماونت، ونخدمو ليها. غير هو غيتزاد في الثقل ديال الكاميرا، ولكن لاكاليتي غادي تطلع، وغادي يكون انايا عبد مفتخر بها بزاف. كيف كنشوفو هنايا، كاينين جوج ديال هذا ديال الايريس ديال لوفيرتور، وعندنا هذا ديال الفوكس. والفوكس ديال لي زوبجيكتيف ديال السينما كيكونوا كبار كثر، لان الدوره ديال الفوكس ديالو كثيره على الدوره ديال الفوكس ديال لي زوبجيكتيف ديال لي زاباري فوتو. هذا حتى هو افونتاج، لان كيكون عندك واحد ليسباس باش كناخذوا واحد الفوكس من واحد الجهه لواحد الجهه، ماشي بحال الكانون كنديروا غير هكذا صافي راه تحولت للجهه الاخرى، لان كاين واحد قليله واحد المارجين صغير باش كناخذوا الفوكس من واحد البيرسون لواحد بيرسون اخر. اما هذا عندنا فين نلعبوا، عندنا كتكون عندنا واحد الحريه كيكون عطينا بزاف. وديجا فيه هاد السنان هادو باش كنديروا ديك البول فوكس، باش حتى ملي غنبغيو نخدموا بها كنخدموا اليز، ماشي بحال الكانون ولا دي زوبجيكتيف اخرين ديال لا فوتوغرافي، خاصنا نديروا ليها واحد البلاستيك هنا اللي فيها السنان، وعاد نبداو نديروا الفوكس ديالها. حاجه اخرى عاود بغيت نبين لكم، وهو هاد لاباغي هادي اللي هي من ما عقلتش السميه ديالها، ابورتشور، يا سميتها ابورتشور. هادي كتبرونشيها باليو اس بي مع الكاميرا، انا كيف كتشوفوا دابا انا مبرونشيها مع الكاميرا، وهي باش شديت الفوكس ونقدر ندير بها في المثال فيها 4 ديال لي ميموار، تقدر تكون واحد يكون واحد البيرسون هنا، ويكون واحد لهي وواحد لهي وواحد بعيد منهم، 4 ديال لي بيرسون. ونقدر انايا نورك غير هاد لي بوطون هادو اللي هنايا في الجنب هنا في اليسار ديالها، ونورك وغادي تعطيني الفوكس على هاد الاولاني، وعاوتاني نورك على الثانيه تعطيني على الاخر، والثالثه تعطيني على الاخر. هادي مهمه بزاف، وهذا هو باش كنديرو دي فوكس. كيف كتشوفوا انايا وليت غالبا نولي فلو، ما حد كنطورها. هنايا كناخذوا البويسونس ديالها يرجعناها لجوج ولا ترجعها لثلاثه، ولكن كنديرها ديما واحد ولا جوج الماكسيموم، شفتي؟ لان الا درناها في ثلاثه كتزرب بزاف، الا جوج ولا واحد راه مزيان. هكذا باش كناخذ الفوكس ديالي. فيها كلشي، كنقربو كنكبرو بها ليماج، فيها ستوب، تقدروا نديروها على الفيديو باش تصوروا بها حتى هي ريكورد، ولا نديروا بها غير التصاور. نقلو نزيدو في الاي اس او ولا نقصو منها. فيها بزاف، نبدلو لي مود الكومبنسيشن، فيها بزاف ديال الحوايج. هادي تقدر الواحد كاع غير يديرها، اما يديرها الا كان يصور بوحدو، اما يديرها الا كان لان عندها واحد اللعبه ديالها هنايا كتخشى هنايا في هاد الثقبه هنا، السكرو كتخشى، وكدار مع الريغ اللي كتكون شاده هكذا في يديك، وكتحط بواحد الطريقه اللي هي هكذا انفاس معاك. ونيت باش مزيان عاود كاينه هاد واحد الحفيره هنا كتحط فيها صبعك باش كتبقى تدور الفوكس ديالك وانت خدام، يعني كتساعدك خير ما تبقى تدير الفوكس ولا تشوف شي واحد يقلبك، يعني هادي كتعول على راسك باش كدير واحد الخدمه بوحدك، كتصلح بزاف بحال دوكيمونتير ولا في اللي غيصور لي مارياج ولا. هادي مهمه حتى هي، اللي بغى شي واحد يشري منهم غير يقولها ليا ونصيفطهم ليه، ما كاين حتى شي مشكل.
نعاونكم ما كاينش شي مشكل، نخلصوا غير الثمن ديالها و لي فري ديال الترونسبور ديالها. هادي تقريبا كدير شي 100 110 الباوند تقريبا، ما عرفش باش شحال جات بالدرهم، ربما الباوند دابا راه ملتيبليي باغ 14.60 ولا شي حاجه هكذا. المهم شوفوا لي بونك غيقولوا لكم. هذه كيف قلت لكم تاهي مهمه بزاف. وغادي نشوفوا دابا الريك. هذه هي الكاميرا كيف هي مقاده ومجهزه باش تصور الفيلم، لان كيف كنشوفوا عندنا تريبي كبير ديال لي فيديو ديال الكاميرات الكبار باش كتكون عندنا واحد ستابيليتي في ليماج، لان الا كان تريبي غير تريبي عادي وفيه بزاف ديال يعني كيتحرك ما فيش زعما واحد ستابيليتي مزيانه متفوقه، ما كتعطيناش واحد ليماج مزيانه. اذا الى بغيتو تحكموا وتعطيو واحد ليماج اللي هي مزيانه، لان خاص ضروري نتحكموا يعني ندير لها واحد لا باز علاش هاد الكاميرا غادا توقف. عندنا هذه المات بوكس اللي هي كتساعد على حساب لا لوميير باش ما يكونش عندنا دوك لي غيون ديال لوميير ولا الشمس. عندنا هذه اللي هي اللوب اللي هي كتساعدنا على حساب الفيو فايندر باش يبان لينا بعد ال سي دي يبان مزيان. هادو كاين بزاف ديال الاشكال، كاينه اللي كتلصق في الريك، كتلصق هنا في الجنب ولا هنايا، وكتكون طالعه هنايا بحال الشكل ديال ليكرون، كتكون صغيره وكتحل بحال الشكل ديال الكاميرات اللي هما بحال سوني زد سيريز زد 1 ولا زد 3 واقيلا، فيهم هادوك كتحلها بحال شي شريزم صغيره وكيخدموا بالحجره وكيكونوا اون كولور. عندنا البول فوكس اللي هي حتى هي مهمه، كيف قلت لكم ها هما كنديروا لي مارك هنا فيهم باش كنشوفوا فين غادي يكون السيجي كنماركيو عليه. هذه كتسمى الويب، هذه باش كان اللي غيكون عندنا حنا واحد اللي غيكون كيدير هذاك الفوكس كيشوف في ليكرون، كندورو ليكرون لجهته هو وكيبقى الكاميرامان كيشوف غير في هذه. المهم كيكون كيدور هذه الويب باش ما يديرونجيش السينماتوغراف اللي كيكون شاد الكاميرا. لي زوبجيكتيف اللي عندنا انا دابا هذه دايرها 24-105، اللي خايف في لي زوبجيكتيف ديال الكانون وهو ملي كنبغيو نديرو واحد الزوم كيخرج لينا الزوم من هنايا، اذا غادي ديرونجي لينا المات بوكس غادي يدفعها. الوغ من الاحسن واللي غاليين في لي زوم هما اللي كيكونوا فيكس حتى هما ما كيخرجوش وكتكون عندهم لوفيرتور ديالهم كبيره بزاف. هنا عندنا هاد البوا ديالها ديال هاد الريك هادي باش يعاوننا، ولكن كيف قلت لكم كنركبوا هادي هنا، كنركبوها هنا وكناخذوا كاع الخيوط ديالها. الخيط كيعطينا الكانون كيعطينا الباتري ديالها، الخيط الاخر كيدوز لينا المونيتور، ولا عندنا ريكوردر في المثال داك اللي قلت لكم انايا في المثال هذا الا كنا غنستعملوه ولا غادي نستعملوا شي واحد اخر اللي غيعطينا الصوت. انا ما نقدرش نستعمل هذا اللي ما كيعطينيش الصوت، الصوت كيمشي نهائيا. المهم يقدر يركب حتى هو في واحد الجهه هنا حداه، وهاد الحجره تعطينا عاوتاني تعطينا الالكتريسيتي لهذا، لان بلا ما نعتمد نعولوا على الحجره ديالو، لان الحجره ديالو ما كتفوتش الساعه، يعني ما بين 40 دقيقه حتى لساعه الماكسيموم. الوغ حجره وحده كتعطينا كل شيء، وفي نفس الوقت كتساعدنا حتى في البوا باش كتشد لنا البالانس. ملي كنكونوا شادين الكاميرا في اليد كنستعملوا هذه ديالها هنا، كدير حتى هنا القدام وكتشد هكذا في اليد بحال شي كاميرا اللي هي بروبر. كتولي هذه شاده لنا الميزان هاد الحجره في نفس الوقت، يعني بلا ما نديروا داك البوا اللي كان قبيله من اللي حيت. اذا هذه الا بغينا نوصلوا لواحد لا كاليتي اللي هي سوبيريور في الفيديو بالكانون، اما بوحدها كيف قلت لكم راه غادي تكون صعيبه 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 بزاف، لان اللي غادي يتفرج في الفيلم ديالكم غادي تبرزت في عينيه، سورتو ملي كتبداو تفيلمي وانتم كتزعزعوا يديكم، هذاك اللي كيتفرج كيتبرزت في عينيه، كيضروا العينين كيضرك راسك بحال هكذاك. وراه تلاحظوها نيت نتوما، لان خاص ليماج
حتى الا كنا غادي ندوزو من واحد الجهه لجهه غادي ندير واحد البان، البان غادي يدوز بواحد الطريقه بحال هكذا، وقبل ما تحبس كتوقف، كتبدا توقف بشويه 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 عاد كتحبس، كتكون ديما واحد الموفمون اللي هي رطبه وزوينه وهذا ونقيه حتى في الموفمون ديالها. حاجه اخرى اللي بغيت نوريكم عاود هو هنايا في ليكروم، انا نوريكم هنا الى كنتو بغيتو ديروا واحد في المثال واحد ليماج اللي هي كتسمى اناموربيك. هذه ديما كنسولوا حنايا كنسولوا الديريكتور ولا الرياليزاتور قبل ما نصوروا، كنبغيو نديروا كتسولوا واش غادي يبغي اناموربيك، لان كتكون سينيماتيك، كتكون عندها واحد الباندا من هنا من الفوق من والتحت كتكون كحله. كناخذوا حنا غير واحد التايب بحال هذه، كنديروها من هنا من الفوق، كنديروا طرف من هنا ونديروا طرف الاخر من هنا. هذه فليكرون اللي عندنا في المونيتور اللي عندنا. الا ما عندكمش مونيتور كديروها حتى هي في ال سي دي، ولكن بها باش كنعبروا باش كناخذوا الكادراج ديالنا ديما كيبقى لو انتيير، كنوليو ديما قاسمين على لو انتيير، كيكون ديما الكادراج ديالنا في هذيك الطريقه. ربما انا درتها ضيقه بزاف، اذا كنخدموا هكذا. وفي المونتاج ملي كنكملوه كنديروا دوك هاد البوكس كحله كدار باش كتول تعطينا داك السينيماسكوب ولا الانامورفيك ستيل ديال ليماج. ولكن ديما كنحتفظ ديما كنخدموا كنقادو ليماج باش كتكون في لا ريغل دور ديالها، باش غير نديروها بحال هكذاك وتولي عندنا العين في الوسط ولا ماشي مقاده. المهم هذا هو اللي كاين بالنسبه للفيديو، وكنتمنى تكونوا لقيتوا بزاف ديال الحوايج اللي انايا هضرت عليهم هنايا. كنتمنى زعما تستافدوا من هذا الفيديو هذا بزاف، وإلا كانت اي حاجه سولوني مرحبا بكم في اي وقت، اما دي ميساج ولا في الايميل ادريس ولا في الفيسبوك، انا ندير ما امكن باش نعاونكم. مازال غادي ندوزو من هنا للقدام، غنديرو ندير دي فيديو اللي هما يا ديال الكومبوزيسيون من ناحيه السينماتوغرافي والكومبوزيسيون من ناحيه لي زيماج ديال لا فوتوغرافي حتى هي، غادي ندير بزاف د الحوايج. المهم بشويه بشويه، يلاه تهلاو في راسكم وبراتيكيو بزاف، لان البراتيك هو الاساسي. واخا نوري انا حتى نعيا، الا ما كنتوش كديروا البراتيك راه بحال شي حاجه ما درتوها. ديما ديروا البراتيك وحاولوا تقلبوا حتى نتوما من جهتكم، بحثوا و اش غنقول لكم. Good luck to you. Bonne chance. وحد سعيد. يعني سلام.